لو ما دفعتش الفلوس اللي عليك هاخد منك النص جرام. حدش قالك تخلف جرطة عيال وتتداين؟ اللي مخلف عزه من صلبه كيف سليم وعوضين وعبد الدايم وخليفة وسيد وأشرف ما يتهدلش. عيلين تعرف تربيهم ويبقوا ظهرك وسندك أبرك من قرطة عيال ما تلاقيهمش وقت ما تحتاجهم. السند مش في العدد، اتنين كفاية.